بالنسبة لبعض الحيوانات فليس هناك موسم للقتال أو التزاوج، إن العراك للتزاوج يستمر طوال العام. قرود البابون المقدسة، إنها من الناجين بصعوبة في أراضي إفريقيا الوعرة. إن الذكور هي المقاتلة ويبلغ حجمها ضعفي حجم الإناث، ولديها أسنان حادة مخيفة يبلغ طولها كطول أسنان الأسد. هذا الذكر الأشهب يعاني وقتا عصيبا ليبقى مسيطرا على إناثه. إن إناثه جزء من مجموعة قوية يصل عددها للأربعمائة، وقضت ليلتها على سفح المنحدرات. إنهم جائعون وعليهم المغادرة من مخبئهم. يقودهم الذكر للسهل السفلي للبحث عن الماء. إنه مكان خطر، ولهذا فهو يوحد القوات بين هذا الحشد الجامح. إنهم بأمان في كثرتهم، لكن التهديد ينشأ من مجموعة أخرى. إنه كبير جدا، وهي تتقدم في طريقها. وفي وسط هذه القبيلة هناك ذكر وحيد يبحث عن شريكة للتزاوج. يراقب الذكر مجموعته من الإناث عن قرب، لكن هناك عملية اختطاف على وشك أن تحدث. ولأنها تريد إيجاد مسطح المياه ذاته، فهناك 800 قرد بابون يتهافتون معا، ولا توجد بينهم عداوة. هذا الأمر أشبه بالحرب في مملكة الحيوانات. وفي وسط هذه الفوضى يشن هذا الذكر الوحيد هجومه، وبقضمة وحشية يحاول اختطاف إحدى الإناث. وبإصابة بليغة ترجع الأنثى بولاء لزوجها. في هذه الأراضي القاحلة الخطر ليس بعيدا أبدا.